ما زال جامع عقبة بن نافع أحد أقدم مساجد العالم الإسلامي يقف شاهدا على عظمة الهندسة المعمارية الإسلامية بمئذنته الفريدة التي تعد من أقدم المآذن في العالم الإسلامي، غير أنها باتت تشكو تصدعات تهدد سلامة هذا المعمار مما تطلب تدخل المعهد الوطني للتراث لترميمها. هي الشرفات الصومعة عارف التصدعات. التصدعات هي متأتية أولا فما حاجة هيكلية. الهيكلية هو أنه وقع إقحام مواد معناها غريبة على التراث اللي هو استعمال الحديد والإسمنت. الشيء اللي موجود هو في كل نافذة من النوافذ المقابلة للمستوى هذاك نلقاو الأبواق. دونك يتبين أنه تأثير الفيبراسيون نتاع الأبواق هي اللي أثرت كذلك، ولهذا دونك طبعا باش يقع إصلاحها ثم سيقع مراسلة السيد الوالي ومراسلة السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية من أجل نقل الأبواق إلى مكان آخر تكون في الأركان تكون واحد. دونك هذه باش تكون حماية نهائية للشرفات من التصدعات اللي ينجم يحدثها الفيبراسيون. ولمعادلة مجهود المعهد أطلق المجتمع المدني بالجهة بادرة تهدف إلى جمع تبرعات لصيانة المئذنة لتكون جاهزة قبل انطلاق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. مثل اللي عندنا الشرارف هذوما الدزم والبويق الوساط، يعني حتى فيك الشرارف الوساط قوت الصدات على الابويق وهم اللي دزوه. تسمع في تو مش نعاودوهم، الحل الوحيد هم هذوما اما يطلعوهم الفوق واللي يحب يهبطوهم في السطوحات. ومعناتها كنا نغزروا احنا كمجتمع مدني للسمعه عندها عامين ولا اكثر، وهم كل مره يزيدولها برا حديد يزيدولها برا حديد، ولا المسؤولين في القروان تصرفوا. ما عندي ذاك مش نقعدوا نستناو هكا مش تطيح السمعه واحنا نتفرجوا فيها. ويعد جامع عقبه بن نافع مناره المدينه وقبله السياح، وهو جزء من المعالم الاثريه بالجهه التي باتت تتطلب تدخلا عاجلا لصيانتها على غرار فسقيه الاغالبه والمدينه العتيقه.